نبدأ جولتنا مع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت سامسونج تطلق شاشة كمبيوتر بمواصفات غير مسبوقة. كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن شاشتها الجديدة GHC90 الأولى من نوع سوبر ألترا وايد بحجم مذهل يبلغ 49 بوصة، مما يجعلها أعرض شاشة كمبيوتر في التاريخ. وتأتي الشاشة بشكل منحني يساعد المستخدم على رؤية أطرافها بيسر ودون حركة مستمرة للرأس من جهة إلى أخرى قد يسبب إزعاجاً. صحيفة القبس الكويتية عنونت اكتشاف هيكل عظمي لديناصور طوله 8 أمتار. عثر في جبال جزيرة هوكايدو اليابانية على أكبر هيكل عظمي متحجر لديناصور يقدر عمره ب 72 مليون عام ويبلغ طوله 8 أمتار. وأوضح الخبراء أن العثور على هياكل عظمية بهذا القدر من الكمال يعد أمرا نادر الحدوث، حيث ضم الهيكل العظمي المتحجر 190 جزءا، ما مكن العلماء من إعادة بناء شكل هيكله الحقيقي. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت واتساب يطلق ميزة جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها قريبا. تعتزم شركة واتساب إصدار تحديث جديد لتطبيقها خلال الفترة القادمة يضم ميزة ريكول، والتي تسمح للمستخدمين باستعادة رسائلهم مرة أخرى بعد إرسالها. وكان من المتوقع أن تصل تلك الميزة خلال تحديث واتساب الأخير، ولكن هذا لم يحدث. صحيفة القدس عنونت اليوم إنجاب الفتيات يطيل العمر. كشفت دراسة بريطانية حديثة أن إنجاب الإناث يطيل عمر الأب ويدخل الفرحة، إذ يزيد متوسط عمر الرجل بواقع 6 أشهر مقابل كل أنثى ينجبها. وصحيفة البيان الإماراتية عنونت بذور العنب تمنع تسوس الأسنان. اكتشف باحثون أمريكيون أن مركباً طبيعياً مستخلصاً من بذور العنب يمنع تسوس الأسنان أو فقدانها، كما يقوي حشوات الأسنان. وأوضح الباحثون أن المركب المستخلص من العنب يقوي عاج الأسنان.